غنوتي فرح سماوي. بهذا العنوان نظمت الرهبنة الوردية في مرج الحمام بعمان مهرجان الفرح الذي جمع العديد من أبناء الشبيبة من مختلف مدارس المملكة. المزيد في سياق هذا التقرير. غنوتي فرح سماوي عنوان مهرجان نظمته رهبانية الوردية المقدسة في مدرستها في مرج الحمام. جمع نحو 250 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية من مختلف مدارس المملكة، جاءوا بهدف الوصول إلى الفرح والجمال والحب الحقيقي. بدأ الحفل بكلمة لمديرة المدرسة الأخت ليليان نمري، أكدت فيها للشباب والشابات أن الفرح موجود بداخلنا، نحن الذي نصنعه ونحن الذين نرفضه، وهو في الحقيقة نابع من القلب، وهو نعمة كبيرة من ربنا وهبها للمؤمنين الصادقين. يعني بتربط معاني، كل مفردة لها معاني عميقة: الغناء، ترتيل، فرح، رقي، الوصول إلى المبتغى السماوي. الأسباب غنية، الأسباب متنوعة، ولكن الفرح الحقيقي، الفرح الأبدي، هو اللي بنبع من القلب. وكيف بيجي؟ بحضور ربنا. فأجمل لقاء بغتني بحضور ربنا وبنعمته، وهذا اللي بتمنى لكم إياه. إن شاء الله دائماً نعمة ربنا ترافق الجميع في كل خطوة بحياتكم. وأقيم خلال الاحتفال قداس ديني وصلوات شاركت بها الهيئتان الإدارية والتدريسية وجموع الطلبة الذين جاءوا من كل أنحاء المملكة ليتعلموا كيف يصلوا لربنا بطريقة مختلفة عن الطرق الأخرى الاعتيادية. الله حياتنا. مهرجان اسمه غنوتي فرح سماوي. هل أنا عن طريق الأغنية اللي هو عالم الشاب والصبية أنا قادر أوصل لله؟ مرات منعتقد إنه إحنا الأشياء المتوفرة لنا، خاصة الأغنية، كأنها تبعدني عن الله. اليوم بدنا من واقع الشاب والصبية اللي هو واقع الموسيقى والأغنية نرتفع لفوق. هذه كان الهدف، ونوصل إن نتسامى نحو الله. هذا الهدف كان اليوم. نشكر كثير قناة نور سات اللي دائما صراحة بتواكبنا وبتوصل كلمة الله. احنا اجينا هون كاسة فاضية ورح نطلع كاسة مليانة محبة وبركة من ربنا، حتى نكون شهود حقيقيين له، نكون نبين انه ربنا هو الفرح بهاي الحياة، مش اي اشي تاني. خلانا ندرك انه السعادة موجودة بأعمال الخير، بالصلاة. خلانا نعيش جو تاني، جو بعيد عن حياتنا العادية. هذا هو مبدأ أصدقاء قديس فرنسيس، إنه يجوا ويكونوا معي شبيبة موجودة بالمملكة. بنساعد معهم، نوقف معهم، نكون أي إشي، إحنا موجودين مع الكنيسة ومع الشبيبة. هذا اللقاء كتير حلو، بقوي الشخصية، بخلينا نتمسك بيسوع المسيح أكثر. وكمان جد أنا بحكي للجميع إنه يشارك فيه، لأنه جد كتير حلو. نشكر مدرسة مرج الحمام عشان خلتنا نشارك بهذا الاحتفال الحلو. وختم مهرجان الفرح بعرض فيديو يشرح مسيرة رهبانية الوردية المقدسة ومدرستها في مرج الحمام، كما تم تقسيم المشاركين من الطلبة على شكل مجموعات لتلقي محاضرات عن السلام في الأوطان وزرع المحبة والفرح في النفوس.